حقيقية وليس نعيشها كمرحلة حالة جديدة ويتحقق التوازن الحزبي بيتحقق التحول الحزبي لجميع أعضاء الحزب لكي نتمكن من التحول إلى شخصيات حزبية واعية وثقافة تتمتع بأخلاق الحزب وتواضع بحب الشعب وتحترمه. موقفنا واضح من الدولة التركية واحتلالها لأراضينا وتبنيها للفصائل الإرهابية وإيمانا منا بقدرة شعبنا على تجاوز الأزمات والتصدي لكافة الاحتلالات وكل ذلك نابع من ثقتنا بشعبنا وبقوات سوريا الديمقراطية. قال المجلس بما أنه حددنا 35 بما فيهم الرئيس والنائب يبقى 33 عضو. أمل محمد 107، صلاح إبراهيم 78، سامر جميل 84. متوعدين من حقوق جمل إلى جمل.